ولد لا 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 نعم دونك شو ونحن مجرد هذا نحن معنا ديريكت مش محمد فيكم عسلامتكم مرحبا بكم اليوم العشيه باش نعرضوكم في اطار الفعاليات نتاعنا سينما شباب تونس في الجزائر باش نعرضوكم فيلم قصير فيلم الجزائر اخرجوا شاب اسمه حسن فرحان اللي معنا تعرف هذا الفيلم تاعو نور لكن عمل فيلم اخر وعمل فيلم طويل معروف برشا اسمه معناها عمير وعلون فراس العمر الفيلم هذا تو تشوفوه فيلم يحكي على الجزائر يحكي على التاريخ ويحكي على الحاضر على الحب وعلى والادب فرجه طيبه وقاو معانا من بعد كان تحبوا باش نعملوا نقاش مساء الخير مرحبا بكم جمهورنا الكريم اليوم بمناسبة حركة سينما شباب تونس والجزائر نقدم لكم فيلم بعنوان دارزون دو كيشوت ونحن فيلم يدعى بفيلم الشتاء وقد حصل على جائزة التيتان الذهبي السلام عليكم ورحمة الله هذا الفيلم نوعه فيلم Yeah.
فما كيفاش نقول طرق لا متناهيه لتمثيل دور تقرا على ورقه. سي طاهر مثلا يعمل في فورماسيون السينما في مسجد بورقيبه، فما ألف طريقه باش يكون فورماتور. هذا كيفاش يكون؟ نجم يكون جونتي شرير، نجم يكون ما يعرفش شقي فيه ضايع، نجم حتى ألف طريقه. وهذاك علاقته بالسيناريو، اسكو كيف يكون الشخصيه هذه بالطريقه هذه. مثلا حشام، علاش حشام؟ وكيف يكون حشام مثلا، شنو هي علاقته بالتلامذه هذوما؟ هذا الكل يخدم بعضه. معناتها السيناريو كيفاش نقول لك، الشبكه من العلاقات والشبكه من الاحداث وكل شيء. هيا فيلم يعني هو طبعا كيما زيناني عادة الأفلام نتاعو أفلام معناها جريئة بالمعنى الإيجابي ونبيل الكلمة. يعني أحيانا ثم ربما مشاهد بالنسبة للصغار مش حاجة كبيرة ياسر، ما تخافوش، أما معناها أشياء جميلة جدا ومعناها في غاية من التفرد والطرف. دونك فوالا باش نخلي الكلمة يقدم الفيلم، وبطبيعة الحال بعد الشريط يكون عندنا نقاش وتسألوا السؤالات اللي تحبوها، وجيلاني طبعا معانا وصدر ورحب معناها يقبل النقد وكل الأشياء. المفيد انه المعنى يتعدى معناها، اما ايفيدامون برشا حاجات يهربوا من النص، اما ايفيدامون فما نص مكتوب، سيناريو مكتوب وديالوج. مثلا اللي قالوه في الاخر مع بعضهم بيناتهم وفي التليفونات، هذاك كتبناه بعد ما عملوا في اخر الفيلم، معناتها نهار قبل كتبناه مع الممثلين، معناتها باش بعد ما عاشوا العشر ايام مع بعضهم كتبنا، خاطر بالحق حبوا بعضهم، معناتها حبوا بعضهم ما نعرفش كيفاش، مي في الفيلم معناتها او كيوف الفيلم اون جينيرال نبداو كلنا مرضى، خاطر نحبوا بعضنا الكل وما نحبوش نبطلوا. دونك بالحق الكتيبه نتاع لي تكست الاخرانيين عملناهم معهم، كتبتهم معهم بعد ما عاشوا الاوبيراسيون هذيا. نشكر المشاركين الكل في الورشات، في ثلاثة ورشات، الأطفال ما همش معانا اليوم، ما تفرجوا ديجا في الفيلم نتاعهم، دونك ماضي ساعتين، لي زانيماتريس، دونك نينا كادا وسمية وعلاقي انتصار بالعيد، أنيسة ont donné beaucoup de mèmes pendant 5 jours. Je crois qu'ils ont appris plein de choses, mais ça ils vous le diront après. Et on a été très contente de travailler avec eux. Et voilà, il y avait une belle énergie, beaucoup de spontanéité, un réel enthousiasme. Donc ça nous a touchés.